صالح وطالح ما حد بيصالح، هذا يقاوم وهذا يناطح. صالح وطالح ما حد بيصالح، هذا يقاوم وهذا يناطح. صالح وطالح ما حد بيصالح، هذا يداحر وهذا يناطح. صالح وطالح ما حد بيصالح، هذا يداحر وهذا يناطح. حط فلاش ادخل زوم، وش وش واش يلا قوم. حط فلاش ادخل زوم، وش وش واش يلا قوم. خلي التحدي لمن تقدم، الله دفعت مردي والهوى شرجي. خلي التحدي لمن تقدم، دفعت مردي والهوى شرجي. صالح وطالح ما حد بيصالح، هذا يقاوم وهذا يناطح. قلنا صالح وطالح ما حد بيصالح، هذا يقاوم وهذا يناطح. والله حالنا الروس نامت والعصا شوفوها قامت. والله حالنا الروس نامت والعصا شوفوها قامت. ويلا 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 ويلا. يا نار غم شفت أنا بدنياي، وشلون الدم يصبح الدم يصبح ما. أنا رغم شفت أنا بدنياي، وشلون الدم يصبح الدم يصبح ما. أيام ودروس يفلوس يا منفوس، كلن على ليلة يغني. من طيب وشرير، واحنا وهم واحد مع خالص التقدير. والدنيا ما تخلى من طيب وشرير، واحنا وهم واحد مع خالص التقدير. مع خالص أقول سلوى، أنا حاسة أكو سر بين أمي وأبوي ما يبون يعرفه. سر؟ إي، أنت الظاهر دشيت عليهم وهم يتكلمون وغيروا الموضوع، مو كذي؟ إي صح، هذا اللي صار. أول شيء أنت اهتمي بصحتك، وثاني شيء حتى أنا أم وأبوي لما ندش عليهم وهم يتكلمون بموضوع يغيرونه، ما يبون يعرفه، يعني مو أنت بس، حتى أنا. لا لا، أنا مو مقتنعة، أنت تحاولين توهميني. أوهمك؟ أوهمك بشنو؟ توهميني إنك مثلي ما تدري عن شيء، لكن أنا متأكدة إنك تدري عن كل شيء، خصوصاً وأنت زوجة عبد الله. عبد الله شعلي بأمي وأبوي. ليش إني سمعت أبوي يقول ما أخليه؟ أشيل الاسم يعني أشيله، ما تقولي لي منو هذا اللي ما يبي يخليه، ويبي يشيل اسمه بالقوة؟ جاوبيني. الله يهداك يا ليلى. يا حبيبتي، يا حياتي. اهدي وانا راح افهمك كل شيء. يلا كان هديت، قولي. كذي هديتي تقصين علي؟ انا قص عليك؟ الله يسامحك، انا شاغلني وايد هالموضوع، وخصوصا هذا اللي اسمه زيد. زيد؟ يا حبيبتي يا ليلى شيلي من بالك. ليش؟ ممكن اعرف ليش؟ انت لا تشغلين بالك بشيء، صحتك ودراستك اهم شيء عندنا وعندك. بس اذا كان دراستي وصحتي بتضرر من المعاناة اللي انا قاعده اعانيها،
لازم أكرس كل وقتي في معرفة الحقيقة. أي حقيقة وأي معاناة ليلى؟ أنت كذي راح تتعبين ذهنك وصحتك بنفس الوقت، وأنت محتاجة حق الراحة، وبعدين أي حقيقة تتكلمين عنها هذه؟ حقيقة اللغز اللي أنتم عايشين فيه، ما تبون أعرف الحقيقة، والسبب خايفين علي وعلى صحتي. يكون في علمك أنا اللي بعرف الحقيقة بنفسي، ماني معتمدة عليكم ولا بطلب منكم المساعدة، لأنكم أنانيين ما تحبون توصلون شيء لغيركم. عن إذنك بنام. حنا عليكم يا جماعة، واحد يرشح نفسه في الانتخابات والثاني يفتح له محل بياجر وتليفونات. يا بابا عبد الله قاصدها. شلون قاصدها يعني؟ يعني يبي يضرب أخوه بالانتخابات. وانت صاج الله يبي يبتزه ينعم. يبتزه شلون يعني؟ شلون بعد هذا ما في لون ولا رايحة أبدا، كلش ما له لون الريال. أنت يا أبو عبد الله سوى المحل وخلى المحل كذي علشان أبو أمين أخوه يحتر منه، وبعدين يسوي الأمور معاه ويشتري منه المحل. والله راحت علينا، يا ريت مشاركينا. لا وزيدكم من الشعر بيت بعد. شنو؟ أبو أمين يشتري الأصوات بذاك المبلغ. يقولون ب500 دينار للصوت. 500 دينار؟ يا معود يا ليت تسدد اقساط سيارتي وانا تخبل من باكر. يا ابو بسام، يا ابو بسام الله يهداك، اولا انت منت من اهل دائرته. اي نعم. ثانيا اصبر شوي، مهلا يا اخي. نعم اي نعم، بيوصل الحين الصوت ب1000 دينار. هذا اخو ابو عبد الله، وصل اخوه ويقدر يفهمنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا يا هلا ابو عبد الله، يا حرام من يانا. الله يحييك. يا هلا وسهلا. مساك الله بالخير ابو عبد الله. بالخير والكرامه. الله بالخير. بخير. اقول ابو عبد الله، نعم صدق اخوك اشتري الصوت ب500؟ بسم الله الرحمن الرحيم، توني قاعد وعلى ولك تسالني هالسؤال؟ بصراحه احنا صار لنا ساعه نتناقش بالموضوع. يا ابن الحلال، دوروا لكم موضوع احسن من هالموضوع هذا وتناقشوا فيه. سمعت يا ابو عبد الله ان اخوك ابو امين يشتري الصوت ب500 دينار، وانا قلت لهم صبروا يا جماعه الصوت بيوصل 1000. ولا نفتكينا من ابو خالد ويا ابو عيسى. يا ابو عبد الله، احنا حبينا نستفسر منك. سمعوني اقول لكم اياها بكل صراحه، انا ما احب تجيبولي سيره اخوي هني قدامي، ترى مره ثانيه انتو طاريه قدامي بهدكم وبمشي. بطلنا من العنب ونبي سلتنا. يلا خلاص خلاص. شنو هذا؟ شالي يا ابو شويه؟ ادري شويه، بس عمي صراحه غلطتك، تحط لهم العشاء يدقوا العشاء يشربوا شاي تروحون عند الدكتور بالخيمه. ردينا على الدكتور مره ثانيه ما خلصنا منه. عمي ما ادري ايش اقول لك، بس صراحه الريال داش قوي. ايش تقول؟ اقول الناس يقولون الخيمه يقول لك عنده مالك فيها مقزبره من كثر الناس، من كثر الناس، وبعدها ما يعطيهم لا شاي لا ماي لا اكل لا يحلهم بق، بس قاعدين يسمعوا. لا لا هذا مو قوي، لا لا هذا ساحر، ساحرهم. لا لا مو ساحر، هو دكتور بالجامعه. عبيد انا شاك، شاك وشكي ما يخطي. ابوك هو السبب. ابوي؟ ابوي شك؟ ابوك هو السبب ولازم اشيله من قدامي وباي ثمن. يا عبيد اقول لك الكلام هذا انا متاكد منه تماما، عمك قاعد يدفع فلوس حق الاصوات. وتعتقد بالاسلوب هذا راح ينجح؟ ممكن، اصحاب النفوس الضعيفه موجودين وممكن ياخذون منه. يمكن ما يعطونه. من هم اللي ما يعطونه؟ اللي بياخذون منه يمكن يقصون عليه. افهم من كلامك ان عمك ما راح ينجح. ولا راح يشوف النجاح، بيني وبينك انا ما راح اخليه، راح اكون وراه. انا توني بقولك كذي، احنا دورنا كصحفيين لازم نوقف الاشكال عند حدها، هالاشكال هذه اللي تستغل الديمقراطيه بشكل غلط لازم نوقفهم، ليش ان الدستور من احنا حق الاختيار مو حق البيع والشراء، وخصوصا بالعمليه الانتخابيه.
على العموم لازم يكون عندنا دليل على صحة كلامنا علشان نكشفه، وهذا يتطلب منا جهد وايد. لازم نستمر، ما لازم نوقف. يعني ايش بتسوي عشان تشيله على طريقك؟ بحرقه. شنو؟ تحرق ابوي؟ ماني حارق ابوك يا الغبي. توك تقول بحرقه؟ اقصد اني انا بحرق المحل. محل؟ محل ابوي تحرقه؟ هذه جريمة، جريمة يعاقب عليها القانون، مما يستدعي انك لن تخوض الانتخابات بل ستكون في السجن يا عمي. يا الاسول، قاعد اقول لك انا بحرق سوقه، محل ابوك بحرق سوقه. عمي الله يهديك، والله ما فهمت لك. مره تقول لي بحرقه، اقول لك منو ابوي، تقول لي لا المحل، اقول لك المحل تقول لي لا سوقه. لعبت بعصابي، نشب دمي، ما نفهم لك. المهم علينا الحين، انت اهتم في الموضوع وعرض عليه السعر، ها، وقنع انه يبيع. بيع ما يبيع ابوي، معاند معاندشي، انت تعرفه. عايز اسمع يا عبد الله، انا بفتح يم محله محلات، مو محل واحد. نفتح محلات؟ ايه محلات، المحلات هذه كلها يبيعون تلفونات. اكسر سوقه، حرق حرق، خلي تطير بضاعه بكبده وتحسف ليش ما باع. ايه بس عمي، في كهربتي لحام يم. قلت لك سوي لي اقول لك، خلاص ان شاء الله. يلا ادرف. بنت الحلال قلبي قارصني، واحساسي يقول لي لازم اروح المحل واطمن على ابنسي. سليمان هذا حلم، حلم مو هو صج، علامك انت كذي. عسى ما شر، شو فيكم صاير؟ ابوك يبي يطلع هالحزه. يبقى الساعه 3 وين بتروح؟ يقول انه حلم المحل محترق. يبقى الحين بتروح حق المحل؟ والله هداك حلمان وتصدق الحلم. اي ليش ما صدق الحلم؟ سليمان تعوذ من ابليس الله يهداك، لو كل واحد بحلم ويصدق الحلم كان خربت الدنيا الله يهداك. اي عدل يبا، باكر ان شاء الله من اصبح افلح، باكر انا وياك نروح حق المحل الله يهداك. تبيني انطر لما باكر؟ يبا انا اروح وياك بعد، وهم انا تطمن وياك، بس مشرتاح الحين الله يهداك. تفضل يبا. يلا يلا اطلع اطلع ولي عافيك، اطلع فوقنا. يلا يما يلا يما. مو بس اخاف قاعدين. يبا يبا باكر ان شاء الله من اصبح افلح. أيوة تطمنت إن كل شيء تمام؟ نعم. الدنيا ما عاد فيها أمان يا ولدي، ما دام عيال إبليس بيننا. يا أيوة، أيوة ثق تماماً إن لا عمي ولا غير عمي يقدر يسوي لك شيء. هالأشكال هذه تخاف خوف الحية من السلطة الرابعة، خصوصاً إن عمي نازل انتخابات وخاف من أي شيء أو أي حكي يصير ضده. ولا تنسى إن إحنا على حق. يلا أيوة، أشوفك على خير إن شاء الله. مع السلامة يا ولدي، دير بالك على نفسك. إن شاء الله إن شاء الله يبا. عندك ايش تبي؟ قويبه شلونك؟ اخبارك؟ اقول لك ايش عندك ايش تبي؟ لا سلامتك ما عندي شيء. ايش حق جاي؟ انا بيني وبينك جاي مع واحد من الربع، جاي يشوف المحل اللي يمك بيشتري. مع واحد من الربع؟ اي واحد؟ واحد ما تعرفه بيشتري المحل اللي يمك. ومبين عليه خوش محل. بس بسألك سؤال. تفضل. الحين فلوس الكهرباء ضمن الاجار؟ ضمن الاجار. عيال خوشك. حياك الله، شرف. انا امر عليك بعدين. شكرا، بارك الله فيك. الله شرفنا.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. سويت؟ حكيته؟ ايه؟ موافق. زين. بياع الريال. عجبني الموقع يا عبد الله. باخذ سطرة المحلات اللي يم المحل هذا كله. اي محلات بعد؟ هذه السطرة اللي مني. كفو والله كفو. الا ما قلت لي بكم؟ والله مو سوى. في بخمسة بستة وإذا بغى 9000 على الإمام. أوه. يتستاهل. حول ولا قوة إلا بالله يا ابن الحلال. كيفه هو حر، انت ايش عليك منه؟ خل اشتريهم. شلون ايش علي منه؟ انا ما ارتاح الا لما اعرف ليش بيشتريهم. ان شاء الله يحرقهم. زين ها تقول ان شاء الله يحرقهم؟ مو اذا حرقهم حرق محلي معاهم وتحقق الحلم. لحول، احنا مو ذابحنا الا هذا حلمك. يبا هذا حلم، حلم مو صيج. تعوذ من ابليس. ماكو ابليس غير ولدك، هو اللي بيحفر قبري بيده. ويسم الله عليك، ان شاء الله عدوينك. انا حاس ان هذه خطه من اخوي عويمر، لانه حاط المحل على قلبه، ما يهنى الا لما يقطه. قول امين. امين. يعلي ان شاء الله اخوك عويمر هذا ما يدش المجلس ولا يشوفه. عساه ما يدش حتى متفرج. زين تعال تعال اشرب لك استكانه شاي. مالي خلق بروح البيت. يلا بسم الله. ايش فيكم يا سلوى؟ عندك حكمة خصيم العصير يا صحن الحلوى قدامي. ايش فيك يبا؟ حين ها تخلي نفسك. ايش كل ما قاعد تاخذين بالعرض الله هداك. وي عامر قول ما شاء الله لا تحسد البنيه. انت خابره قبل لما تمشي اقول لك هذه البنت والله كسره خاطري. اي والله بتنكسر من ضعفها ضعيفه ما ايش فيها صارت الحين ورمت. خليك مثل اختك. سكت سكت. السلام عليكم. وعليكم السلام. من دشيت سكتوا سكتوا قاعد سالفه. ومنك ها بشر سبع ولا ضبع؟ عفو عليك سبع. انا سبع اصلا بس من غير عصعص. ها توبكت المسائل؟ عفو عليك كل الامور ماشيه تمام التمام. يعني شلون؟ قولوا من السالفه. شوف السالفه ان كل المحلات انشرت، ما بقى بس محل الوالد. وشنو يعني بس باقي محل الوالد؟ يعني كل المحلات اللي يم محل الوالد انشروا، باقي بس محل ابوي. وليش ابوك ما باع المحل اللي عنده؟ يبا انتم قاعد تسالون على اشياء ما انتم عارفينها، قولوا مو السالفه يا عبد الله. السالفه ما فيها ان ابوي ما يبي يبيع محله، قام واحد من ربع شرى كل المحلات اللي يمه. ليش؟ واللي انت وايد تسالين انت. انا اقول لك ليش يا يمه. ابوك ما يبي ابو عبد الله يفتح له محل يفشل. ويحط عليه اسم العائلة اللي هي اسم عائلة أبوك، علشان كذي خلى عبد الله يروح يشتري كل المحلات اللي يم محل أبوه ويبيعون نفس البضاعة. فهمتي ليش يا يمه؟ لهالدرجة قلبك ما في رحمة على أبوك؟ ليلى أنا استأذن عمي. تو الناس يبغى لما خلص خلص على راحتك على راحتك. عبد الله زين كذي؟ كل العافية. ايش فيكم يا الله يك. ليلى الله يهداك انت شوية كهربتي الموقف. ما عليه سلوى هاتشي بصحنك عاد كملي اشوف حلوتك. عاد تحبين هالشغلات هذه غيبة يا شوفك. بس قولي لي شنو آخر أبحاثك عن النمل؟ ألو إيبا موجود موجود. هواتف نقالة وغير نقالة بعد خط وهاتف إيه وتفاحة الذهبي أقول يا الأخو أخوي إذا خلصت بطارية تلفونك قطها وتعال اشتري من عندنا بطارية. هلا إيه بأي وياي خط إيه تلفون بتفاحة 3.25 دنانير والخط مجاني. إيه والبيع حلالي. إيه وتعال تعال 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 حصل وصل الخط مجاني تلفون بريشة 3750 والخط ببلاش. تشوي دش دش إيه عمي لحظة عندي خط لحظة. ألو إيه بتلفونات بلاش التلفونات. إيه نعم هاتف بيجر خط السعر مجانا. اي نعم يبا بكسر سوق بعض الناس بقطهم على صخر. يبا ايه والله خاطر والله عيب عيب اللي قاعد تسوونه عيب. بس انا اقول لك صراحه ايه سويت مع الريال خيشته
قام يكش دبان. كفو انا خاف حتى الدبان يسري الحين. وقع المطعم اللي يمه. حبيبي انت هاك. اي بوي عدل هالبيزات اللي تونسني. هذه حصتك يبا. عبد الله كم طلعت بهالصفقه هذه؟ لا لا هذا مو شغلك، انت اخذت حصتك ما لك شغل بحصتي. تكفى تكفى حق خيك ابو سلطان. كم قلت حق ابو امين عن قيمه المحل؟ يا ابن الحلال هذه اسرار غير قابله للاعلان. اخ منك اخي عبد الله من شارع تاكل بالطالعه والنازله. هني يما هني. الله تشالله بالايمان طاعته. هات يما هال 200 دينار خليهم عندك. ايش حقه؟ ايش اسوي فيهم يما؟ ايش حقه بعد يا يما؟ ابوي ريال انكسر وتنتف يعني الحين حافي. ما ايش حقه؟ اعطيه اياه خلي يصرف اموره. خاف باكر بعد ينحرف يدخن ولا شيء. هات زين هات. حسبي الله على اللي كان السبب. يا يما يا يما هذا قضاء وقدر، والمفروض ان احنا نؤمن بالقضاء والقدر. الانسان ينام حافي منتف يصحى غني مثلي، والعكس صحيح. هات يما لا ترديني. يا ولد يا يما لا ترديني، لا تصيري مثل ابوي. ايه كذي يا زينك طيبه وحبوبه وحنونه طالعه علي، مو مثل زيود اللي طالع على ابوي. الا الجنطه شو اخبارها؟ للحين خاشتها؟ للحين خاشتها، على حطتها. ما حد يدري عنها كلش؟ ما حد يدري عنها. ها ايش فيك يما ما انت مصدقني؟ شو ما انا مصدقك؟ خف عليك، انت البنك اللي اخش فيه فلوسي الديره فيها سبع بنوك انت الثامن يا زينتي والله. تامنني بشيء يما؟ سلامتك يا ما وصيت. ها على دينار دينار حطي مخباته. يلا مع السلامه. حبيتك يا عبد الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة الحضور الكرام الأجلاء، الصفوة خيرة الرجال ومروءة الأبطال، يشرفنا ويثلج صدورنا ويفرحنا حضوركم مقرنا الانتخابي، بل خيمتنا الانتخابية. ومن هذا المنبر الذي أعتبره منزلكم الثاني وبدونكم يصبح خالي. عبد الله أشوف أنك طولتها، دش في الموضوع على طول إن شاء الله. إننا من هنا، وأكرر من هنا وليس من أي خيمة أخرى غير هذه الخيمة، أناشدكم وأرجو منكم الأخذ بعين الاعتبار بأن كل، وأصر على كلمة، كل ما ترغبون في تحقيقه سوف يتحقق بإذن الله. عبد الله مالك شغل فيهم، تحكي عني أنا، أنا اللي برشح نفسي مو أنت. إن شاء الله إن شاء فضل. يعني أنا بس أقول عمي نرحب فيهم أول شيء. هذا مو ترحيب، هذا نفاق، تملق، كذب، أشكره. إن شاء الله إن شاء الله. عمي أنت بتكلم أنت؟ عين إيش حقي قاعد إني سمنديقة؟ لا لا حشاك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. أيها الأخوة، الحقيقة أنا عاهدت الله سبحانه وتعالى وعاهدت نفسي أني أخوض انتخابات هالسنة. هل هل واضع أمام عيني تحقيق رغباتكم وأمالكم وتطلعاتكم. وكل ما ترغبون فيه بإذن الله سوف أحققه. أقول أخوي ممكن أسأل سؤال؟ إيه تفضل. ممكن تقول لنا شنو هو برنامجك الانتخابي؟ شو تحكي عنه؟ وين هالمدة شو أقوله؟
ايش قاعد اقول انا؟ قاعد اغني؟ قاعد اقول عن برنامج الانتخابي. هذا كلام اخذ خيره، سامعينه من قبل. من سمعته؟ سامعينه من كل اللي رشحوا نفسهم قبلك. نبي نعرف انت هل لك انتماءات سياسيه، حزبيه، قبليه، ولا انت مستقل؟ لا نرد عليه. احب ابشرك يا اخ اني انا مع الحكومه بكل توجهاتها وقراراتها. يه على ما سوينا شيء. اذا انت مع الحكومه ايش حق ترشح نفسك اخوي؟ نعم ايش تقول؟ انت مو تقول انت حكومي؟ ماكو داعي ترشح نفسك. الحكومه عندها وزرائها وانت اساسا منت وزير. خله احب اقولك ترى اذا انا فزت بصير وزير غصب عليك. عمي هدي، لا تنفعل افعلك بس. ما تسمع ما ايش يقول هذا؟ هذا مخرب هذا. روح سيني يبا، اصلا انت تبي مصلحتك وبس. سمعت ايش يقول؟ لو سمحت اطلع برا. لو سمحت انت يا الاخو، انت اللي قاعد تسالني، اطلع برا، ما بيش فرقه تويد. يلا برا يبا. انا طالع بس اذا فزت احسن شواربي. يلا زين انت وشواربك، تقول حين شوارب عنتر عشينا يا جماعة. ما عليه، حصل خير. الحقيقة على كل حال أنا عندي شغل، والأخ عبد الله هو محل النفس، وعقبها إن شاء الله تفضلون البوفيه. ها حياكم الله. على العموم أنا ما راح أخلي سالفة تبربر الكرام. إن ما خليت لك أبو أميني وأبو سريلك وإيدك ما أطلع زيد ولد أمي وأبوي. يا زيد انت ايش لك بهالسوالف هذه؟ انت ايش عليك؟ ايش علي؟ يبا اشوفهم يضرونك يوقفون ضدك. ما تبيني اسندك؟ يا يبا انا متاكد انها خطه مسوينها ضدك عشان يكسرون سوقك. اللي انا المتضرر ما قلت ان هم يكسرون سوقي، انت على ولك تروح تحط بالجريده؟ مو يا يبا اللي حطيته بالجريده واللي نشرته الحق. اي حق هذا؟ انت شفت بعينك ان كل العقود باسمه ولا بس بتسوي لنا مشكله؟ الله يهداك. وين رايح؟ قاعد كمل عشاك. شلون اكمل عشاي وولد السد نفسي؟ هذا يزاي ابوي. انت ايش حق تستعيل بالاول؟ ليش ما تشور ابوك؟ والله انا اللي محيرني هذا اللي اسمه زيد. شلون عرف اني انا بنت ابو امين؟ ماكو داعي تطالعون بعض. اذا الجواب بفلوس بعد شو بيكون ببلاش؟ ايش قصدك يما؟ قصدي ماكو داعي تخشون عني اي شيء. اذا ما عرفت الحين بعرف بعدين. خلاص هيا نطري بعدين. يا ليلى انت ليش مهتمه فيه؟ وش الفايده اللي بتجنينها اذا عرفت الجواب؟ يبا هذا واحد من المصبنة اللي يطفلون على خلق الله. واللي يحبون يطفلون على خلق الله يقومون يجمعون كل هالمعلومات هذه. اللي تصرف كذي واحدة من الثنتين، أما إن إنسان يبي ينتقم أو واحد يتقرب لنا، وأنا شاكة في الثانية. وشلون عرفتي؟ من كلامه ومن عيونه ونظراته لي حسيت إن هالإنسان هذا مو بعيد عني. كان إحساسي بعد ما راح إحساس غريب، حسيت إن هذا واحد مني وفيني. تبين تعرفين منو هذا يا ليلى؟ أيام ودروب.